المسجل الذي يصفر الذي يظهر عفوا أسفل الشاشة، إذن تم الإفراج عن قائمة الشخصيات الممنوعة من السفر بناء على أمر النيابة العامة بمجلس أو لمجلس قضاء الجزائر. طبعا القائمة الإسمية كالتالي: طحكوت ناصر، طحكوت محي الدين، طحكوت بلال، بعيري محمد، حداد عمر، حداد علي، كونيناف عبد القادر كريم، كونيناف رضا، كونيناف نواح طارق، وولد بوسيف محمد، وبودينا إبراهيم. إذا نذكر القائمة الإسمية أو القائمة الشخصيات الممنوعة من السفر بناء على أمر النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر كما يظهر أسفل الشاشة طبعا في العاجل. القائمة هي: طحكوت ناصر، طحكوت محي الدين، طحكوت بلال، بعيري محمد، حداد عمر، حداد علي، كونيناف عبد القادر كريم، وكونيناف رضا، كونيناف نواح طارق، ولد بوسيف محمد، وبودينا إبراهيم.